السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الـ Information and Communication Technology أو الـ ICT Primary 5 أو الصف الخامس الابتدائي Term 1 الترم الأول، والنهاردة هنشرح Lesson 6 أو الدرس السادس في المحور الأول أو Theme 1، وهو Digital File Management. Digital File Management أو إدارة الملفات الرقمية. إحنا النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده، موضوع بسيط وسهل. أهم حاجة إن أنت تفهم مضمون الدرس، وبعد كده هتلاقي الموضوع سهل جدا وتقدر تحل أي أسئلة عليه في منتهى السهولة. فهنا بيكلمنا أول حاجة إن الـ Information is everywhere، إن المعلومات موجودة في كل مكان. ايه هي السورسز او المصادر بتاعه الانفورميشن؟ فهو بيدينا هنا بعض الامثله على السورسز بتاعه الانفورميشن. اول حاجه في اللايبراري، لايبراري او المكتبه، هتلاقي فيها البوكس والماجازينز وكل المصادر بتاعه المعلومات المختلفه، فحطيت لك هنا صوره اللايبراري او المكتبه. تاني حاجه ممكن كمان تجيبها عن طريق التلفزيون او التلفزيون، ان انت تفتح قناة زي مثلا ناشونال جيوغرافيك او اي قناة تعليمية او اي قناة بتعرض المعلومات، هتلاقيها على التلفزيون، ودي تاني مصدر من مصادر الانفورميشن او المعلومات. تالت حاجة كمان ممكن تجيبها عن طريق الكمبيوتر والانترنت والموبايل طبعا، وده مصدر او سورس من السورسز الكتيرة قوي بتاعت الانفورميشن زي ما قلنا. رابع حاجة طبعا ممكن تعمل انترفيو او مقابلة شخصية مع شخص معين، تاخد منه معلومات معينة هو خبير فيها. وخامس حاجة طبعا الـ QR code أو الـ QR code اللي احنا شايفينه في الصورة ده، وده بيكون موجود دلوقتي في كل الكتب وفي كل المجلات حتى على شاشة التلفزيون، وده بيخليك تقدر تعمل Direct Access أو وصول مباشر للمعلومات اللي انت عايزها. بتنزل البرنامج أو التطبيق اللي بيقرأ الـ QR code ده على الموبايل بتاعك وتفتحه، وبعدين بتفتح الكاميرا بتاعة الموبايل أو التابلت وتوجهها ناحية الكود، وأول ما الابليكيشن بيقرأ الكود ده بيروح موصلك على طول للمعلومات المربوطة بالكود ده، سواء كانت معلومات مكتوبة أو فيديو أو موقع على الإنترنت أو أي حاجة مربوطة ومتعلقة بالكيو آر كود ده. فدي مثلا 5 sources أو 5 مصادر للإنفورميشن أو للمعلومات موجودة حوالينا. تاني حاجة بيقولك how and where do you save and store information، ازاي وفين انت بتخزن المعلومات. طبعا اول حاجة انا عايزك تاخد بالك منها واحنا اتكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت هي الفلاش ميموري. الفلاش ميموري او الفلاشة اللي انت عارفها الفلاش، وده شكلها طبعا كلنا عارفينه، دي طبعا انت ممكن تحط عليها اي ملفات او اي فايلز واي انفورميشن انت عايز تخزنها وتعملها ستورنج على الكمبيوتر، وبعدين توصلها باللابتوب او الكمبيوتر بتاعك وتنقل الملفات دي او الفايلز دي للكمبيوتر بتاعك، وبالتالي تبقى عملت ستور وعملت لها تخزين على الكمبيوتر بشكل سليم. تاني حاجة كمان ممكن تستخدمها في الستورنج للانفورميشن او تخزين المعلومات، مثلا السكانر. السكانر ده ديفايس او جهاز كده، ده شكله زي ما احنا شايفين قدامنا، هو ده شكله، بتحط فيه اي رسومات او اي ورق مرسوم على او اي ورق موجود عليه رسومات او انفورميشن معينه، وبتروح حاطط الورقه هنا وتروح قافل عليها، وبعدين بتفتح الكمبيوتر بتلاقي الكمبيوتر عندك مديك نوتيفيكيشن كده او اشعار بيقول لك في صوره او في ورقه موجوده جوه السكانر تحب نعمل لها سكان او ناخد لها صورة يعني، وندخل الصورة دي على الكمبيوتر علشان تسيفها ولا لأ. فانت بتروح دايس على بتروح موافق وتفتح الصورة على الكمبيوتر، وبالتالي تقدر تخزنها لو هي موجود عليها اي صور او رسومات بتقدر تخزنها على الكمبيوتر بمنتهى السهولة. فده طبعا السكانر. فيبقى اول حاجة الفلاش ميموري، store and share information with flash memory. ستور يعني تخزين، وشير يعني مشاركة، انفورميشن المعلومات، وفلاش ميموري احنا ممكن نخزن المعلومات ونشاركها مع حد، نديله الفلاش ميموري دي ياخد منها كوبي او نسخة
على الكمبيوتر بتاعه. أما الاسكانر فبيقول لك use the images scanner، أنت ممكن تستخدم الماسح الضوئي بتاع الصور and save them for later use، وبعدين تخزنها علشان تستخدمها بعد كده على الكمبيوتر بتاعك. طبعا دي مصادر المعلومات أو information resources، ودي طبعا how and where to save and store information. تاني حاجة في الدرس ده وهو درس بسيط زي ما قلنا، how to get organized using ICT tools، ازاي احنا نقدر ننظم او نعمل organizing للفايلز عندنا على الكمبيوتر بتاعنا مستخدمين ال ICT او ال Information and Communication Technology tools او الادوات بتاعتها. اول حاجة عايزين نتفق عليها، طبعا هنا الصورة بتوري لك يعني ايه فايل ويعني ايه فولدر، تعال نشوف الكلام ده عملي على الكمبيوتر بتاعنا. طبعا دلوقتي احنا عايزين نعرف يعني ايه فايل ويعني ايه فولدر. الفايل اللي هو الملف الصغير، ملف زي ما يكون مثلا ملف مثلا مكتوب text document او ملف مكتوب، ممكن كمان يكون صورة، ممكن يكون image او صورة، ممكن يكون فيديو، ممكن يكون اي حاجة، ملف صوت مثلا، دي كلها اسمها files او ملفات. الفايلز دي ممكن تتحط في مجلد او فولدر، الفولدر ده شكله، ده شكل الفولدر، بيكون عامل زي الشكل ده، عامل زي المجلد، هو مجلد فعلا بنحط جواه الفايلز او الملفات علشان نحفظها جواه. المفروض ان احنا بنقدر نعمل الفولدر ازاي؟ اول حاجة بنروح عاملين دايسين على الماوس الرايت كليك بتاعته او الكليك اليمين بتاعته، بيظهر لنا المنيو دي. في المنيو دي موجود في كلمة اسمها new اللي احنا شايفينها قدامنا. new دي بتدي لك بعض الاوبشنز او الاوردرز، بنختار الاوبشن new folder او مجلد جديد، عمل لنا new folder. new folder ده تقدر تحط جواه الملفات اللي انت عايزها، ممكن تحط جوه النيو فولدر ده فولدر تاني، تروح عامل كده رايت كليك برضو وتروح جاي القائمة دي ظهرت قدامك، تختار منها نيو، حطيت فولدر تاني جوه النيو فولدر، بحيث ان انت تقدر تنظم الملفات اللي عندك على الكمبيوتر بشكل سليم، وتحط كل معلومات او كل ملفات متعلقة بحاجة معينة في الفولدر بتاعها. فمثلا انا دلوقتي عندي النيو فولدر خاص بالهوم وورك بتاعي، نيو فولدر تاني او فولدر تاني خاص بالافلام اللي انا بحب اتفرج عليها، فولدر تالت خاص مثلا بصور معينة انا صورتها في رحلة معينة. فادي عندي كذا فولدر، ممكن الفولدر الواحد زي ما قلنا نحط فيه كذا فولدر اسمه سب فولدر او فولدر او مجلد فرعي، بتخش جوه الفولدر وتروح دايس برضو رايت كليك ونختار نيو، هيعمل لك فولدر جديد وهكذا. فبالتالي انت دلوقتي عندك كذا فولدر، انت بتسمي الفولدر ده عشان ما تتلخبطش بين الفولدرز او المجلدات المختلفة، بتروح دايس عليه كده، بتروح دايس عليه رايت كليك برضو، بيظهر لك المنيو الكبيرة دي. في الاخر خالص تحت هتلاقي في حاجة اسمها رينيم او اعادة تسمية، بنختار رينيم، بيقول لك اهو تحب تسميه ايه، ممكن مثلا اسميه حسام، ممكن اعمل فولدر تاني هنا برضو رايت كليك وبعدين نختار منيو رايت كليك وبعدين نختار نيو فولدر، وبعدين نروح دايسين عليه كده ونروح دايسين رايت كليك تاني او كليك يمين تاني ونختار رينيم، وبعدين نسميه مثلا هوم وورك، ممكن اعمل فولدر تاني وهكذا. فده معنى الفايلز والفولدرز. الفايلز such as text document أو image أو video أو audio file، الحاجات دي اسمها files، بنحطها جوه الفولدرز أو المجلدات. ده شكل الفولدر زي ما قلنا اللي هو اللي احنا شايفينه قدامنا ده، لو دخلنا كده جواه ممكن تلاقي فيه files مختلفة تحط جواه الفايلز اللي انت عايزها. هنا بيوري لك ازاي تcreate the main folder او الفولدر الرئيسي، وبعدين بيوري لك ازاي بتختار دوس رايت كليك او كليك يمين وتظهر لك القائمة دي، وبعدين بتختار منها نيو فولدر وتختار الفولدر، وبعدين تعمل عليه رايت كليك تاني
وتعمل له تسمية زي ما انت عايز. وهنا بيبقى عندك كذا فولدر، فهنا بيقول لك place documents او الوثائق الملفات المكتوبة، images الصور، and videos والفيديوهات in the correct folder في المجلد الصحيح، علشان تبقى كده قدرت تعمل organizing او تنظيم للinformation او للمعلومات على الكمبيوتر بتاعك، لما تيجي تحتاج لها بعد كده تقدر توصل لها بمنتهى السهولة. ده كان درس النهاردة. زي ما قلت لكم هو درس سهل جدا الحمد لله. الناقص لنا كده درسين ونخلص theme 1 او المحور الاول. بعد ما نخلص theme 1 او المحور الاول هنحل اسئلة، وهنحل اسئلة كمان خاصة بالشهر بتاع خاصة بامتحان الشهر. انتظرونا، عايزكم بس زي ما اتفقنا تتفرجوا على الدرس وتفهموا الشرح، علشان لما نيجي نحل الأسئلة مع بعض نقدر نحلها بمنتهى السهولة. أتمنى تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.